وفى مصطفى معروف بالصفا سيد الأنبياء مشعل بالوفا كان في عطفه لليتامى دفاعا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالمقام وغدا وجهه نير مشرقا حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى معروف بالصفا سيد الأنبياء مشعل بالوفا كان في عطفه اليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة والسلام عليه كان في هديه منهجا وسقا كانت تسعده بسمة البسقا سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى